يلعب كرة لجوانكا ثم لمتع بالحربي على الطرف الأيسر الآن محاولة شبابية وعرضية خطيرة وكرة الله الله صار خطيرة مع بوبنسا تمريرة وفرصة إلى فهد المولد داخل منطقة الجزاء لبوبنسا حققت الإيجابية مع مورينو المدرب الإسباني يلعب أرون سالم كرة للأمام عالية خطيرة أمام المرمى جول جول أول للشباب 33 سنة مارتن كامبانيا لعب لأوروغواي 9 مباريات دولية عندنا كرة عرضية الآن محاولة بالرأس وهدف هذا الموسم لكن الشباب يأتي في ختام الموسم والمحاولة للوصول إلى المركز الرابع المحافظة عليه الكرة ملعوبة عند أرون بوبنسا والتصويبة والهدف الأول الأولى لم تسجل من أرون بوبنسا عياغو دو سانتوس بلمسة إلى أرون بوبنسا تصويبة أفضل لاعبي الشباب هناك عندها التان بهابري الثالث لليوت اللعبة ملعوبة لصالح إيفر بانيجا إلى جانب سانتيمينا أرون بوبنسا الهات الله الله الهاتريك 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 لليوت عن طريق أفضل لاعبي المباراة أرون بوبنسا للخلف لأحمد عبدو نقلة جميلة هناك من إيفر بانيجا عرضية ممتازة لأحمد الله يا سلام يا سلام السوبر هاتريك من سانتي من اللاعب أرون بوبنسا عثمان عوض يتدخل تعود للصقور طويلة إلى الأمام بوبنسا ممتازة من بوبنسا وكارلوس الله بدأ يحرر نفسه بنفسه من أجل الوصول للمرمى إلى انطلاقة أمامية بوبنسا أرون بوبنسا لعب عرضية حلوة لجوانكا وينطلق ويمرر والكرة بتصل هتاك استقبال الله رائعة جدا في المنتصف توصل مرة ثانية لمصعد كريستيانو جوانكا على الجهة اليمنى ملعوب الكرة مرة ثانية لمصعد أرون سالم يمر من الأول ومن الثاني ويقدم ويبر ويلعب كرة جول هي جول هي جول هي جول هي جول أرون سالم هدف ثاني لليف غاريس وثانيها عن طريق متريتا والعودة من كليتشوفيا لكن بانيجا عرضية خطرة يعود الشباب مهند بالخطأ الكرة ملعوبة عند إيفر بانيجا المساحة من أمام أرون بوبنسا سالم يحاول مرور أرون يصوبها قوية لكن كرتا إلى خارجها هذا الخطير فابيو أخطر اللاعبين أرون سالم يتقدم للأمام ويرسل الكرة عالية للأمام وتوصل مرة ثانية رمية جانبية محاولة قائمة الكرة كرة عند هتان تصويبة من هتان تعود إلى أرون بوبنسا للهاتريك لليوث لعب عرضية جميلة تصويبة لكن الكرة إلى خارج المعجل كارلوس جونيور يرسل كرة أمامية لبوبنسا وكنترول وكرة وبوانكا طويلة جدا أقرب عند أسقور يتحصل على الكرة ويمرر عند بوبنسا والكرة ممتعة الله وبوبنسا أمام براغا بوبنسا بوبنسا لمصلحة فواز بالكعب إيفا بانيجا يحاول يمر أرون سالم يصوب كرة قوية جدا الله يا أرون سالم